مكتبه مصر العامه بعزبه البرج. فكره مكتبه في عزبه البرج كان حلم، وحلمها الفكره قديم وحلم من الاحلام المؤجله في دمياط. اتفضلي. اهلا بحضرتك. مكتبه عزبه البرج دي مكتبه من المشاريع اللي كانت متعثره من 2009، وكان اللي قام بتصميم متعثره تمويليا، كانت متعثره تمويليا، وكان فيها كمان مشاكل برضو مع المقاولين وكده. كان اللي قام بتصميم عزبه البرج الاستاذ الدكتور فتحي البرادعي محافظ دمياط الاسبق، وهو كان عاملها على شكل مركبه، وكانت جميله زي ما حضرتك شايفها كده. مركبه، لان هنا عزبه مقايمه على الشغل المركب. ايوه. فكانت يعني تمشي مع البيئه اللي موجوده فيها، وكان فعلا فكرتها حلوه. ولما انا شفت التصميم وحاولت ان انا احل المشاكل اللي موجوده من 2009، حلناها بالفعل. واحنا النهارده قاعدين قدام المكتبه شغاله بكامل طاقتها. بتساتك بتقولي اهل عزبه البرج حابينها. اهل عزبه البرج متفاعلين معها ازاي؟ شايفاها ازاي؟ يعني احنا مثلا في اولاد موجودين من اول النهار لاخره يوميا في المكتبه. الاولاد في اقبال، الاولاد والبنات وكله موجودين من الاول، من الساعه 9 لحد يمكن الساعه 5 بعد الظهر. الجميل بقى كمان ان اولياء الامور نفسهم السيدات امهات البنات والاولاد موجودين معاهم فوق، بيبقوا موجودين في بعض الصلاه بيقروا. الحاجه الثانيه ان احنا عاملين هنا جنب المكتبه مشروع اسمه سيف سيتي، او المنطقه صديقه للنساء، بالتعاون مع مشروع عالمي. ده مشروع عالمي. ده بالتعاون مع الامم المتحده للمراه والمجلس القومي للمراه، وده يمكن مشروع رقم 2 على مستوى الجمهوريه عندنا. مين؟ يعني سبقه ايه؟ سبق وعملت قبل كده في الجيزه، وبعد كده في امبابه، والنهارده احنا بنعمله هنا. احنا بنختار في المشروع ده مكان يبقى تحدي. يعني احنا مثلا اخترنا اخترنا مثلا امبابه، لان امبابه تعتبر منطقه عشوائيه، منطقه كان اخترنا كمان منطقه بالذات كانت جنب مدرسه اسمها بحيسه الباديه، مدرسه بنات، وكان بيحصل هناك حوادث تحرش، ومكان كان مكان ضلمه، فاخترنا مكان كويس، رفعنا كفاءته جدا ونورناه، وخلانا المكان اللي كان بيبقى فيه حوادث زي كده لا بالعكس بقى مكان حضاري، دلوقتي حضاري امن. ايوه موجود البنات وصديق للمراه، وصديق للمراه، وموجود السيدات فيه باستمرار. هنا بقى، هنا اخترنا بقى عزبه البرج، لان دايما بيشتهر سكان عزبه البرج انهم اكثريتهم صيادين. فدايما على سفر الراجل، على سفر في البحر، في البحر. فالسيده هنا بتبقى مسؤوله عن ولادها ومسؤوله عن بيتها، عشان كده هي سيده قويه، سيده قويه فعلا. فاحنا عملنا لهم مشروع هنا نقدر ان احنا نساعدهم بيها. المشروع ده فكرته ان هو بيتماشى مع استراتيجيه تمكين المراه 2030، بيتكلم عن تمكين المراه اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا. احنا بالفعل جبنا كذا استشاري يعلمهم حرف، يعلمهم ازاي لما تعمل هي اي نوع من انواع الحرفه او اي نوع من انواع الصناعه، مشروع يعني مشروع، تبقى ازاي تدير العمل بتاعها، ازاي تحسب المدخلات والمخرجات بتاعه المشروع، ازاي تقدر تعمل تتمن المنتج بتاعها، تقدر تسوقه. هل الدوله مأديه دورها في تمويل هذه المشروعات الصغيره والمتوسطه؟ انتوا عاملين ده؟ احنا طبعا في الاول احنا المجلس القومي للمراه هو بيعمل المشاريع دي مع السيدات. كمان لما اي سيده منهم بتكتمل لها مشروع وتحتاج انها تاخد كارد من جهاز المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر، احنا بنساعدها بده. كويس. المشروع ده بيبقى تعاون ما بين المحافظه، ما بين المجلس القومي للمراه، وما بين الامم المتحده للمراه. كويس. كل جهه من الجهه دي بتادي دورها. احنا كمحافظه احنا ما عندنا اداره اسمها تكافؤ الفرص، دي اداره وزاره التنميه المحليه عاملاها في كل محافظه، دي تهتم بالطفوله وبتهتم بالمراه. عندي رئيسه الاداره اللي هي تكافؤ الفرص مسؤوله عن المكان ده كمان، بعد بقى ما علمنا السيدات دي بعض الحرف، وبعد ما بقى فيهم فعلا ناس منتجين بيعملوا تغليف مثلا، وبقى عندهم ثقافه العمل، ثقافه العمل دي مهمه قوي. طبعا هو مش بس هي بتتعلم الحاجه وخلاص، لا هي اتعلمت ازاي تدير المشروع بتاعها، ونقدر نطمن عليها ونسيبها بقى ويبقى في استدامه بقى بعد كده للمشروع. جميل. في ظهر عندنا كذا حاله كده منهم متميزه، ويعني خلق عملوا مشاريع وبقى ليهم اسم منتج، اسمه هنا. منتج يعني في عزبه البرج. منهم ناس كانت بتعمل تغليف للاسماك وتقشر الجمبري وتغليف للجمبري طبعا عشان طبيعه برضو المكان، وخضروات وكده. وفي ناس تانية اتعلمت
مشغولات، في ناس تانية اتعلمت حرف بتعمل انتيكات خشب كويس. فطبعا كلها حاجات يعني متماشيه مع البيئه بتاعتنا. عملنا لهم معرض في مبادره اسمها ست الدار، عملنا المعرض كذا مره. اول معرض افتتحته الدكتوره مايا مرسي، وكمان ده بالنسبه للتمكين الاقتصادي. بالنسبه للتمكين بقى الاجتماعي والثقافي، احنا بنعمل لهم هنا بطايق الرقم القومي باستمرار، بنعمل لهم ندوات، بنوعيهم، بنثقفهم انهم يروحوا ينتخبوا، انهم يروحوا يشاركوا. يكون لها راي، تكون فعاله ولها راي في المجتمع. ايه خطوره الختان، ايه خطوره الزواج المبكر. كويس. كل الثقافه من كل ناحيه. فبنجيب لكل كل حد متخصص في الحاجات دي يقدر ان هو يتعامل معاهم، يتناقش معاهم، يفهم منهم وتفهم منه. مظبوط. من الجامعه، من الامم المتحده بتساعدنا في ناس بتجيبهم، من المجلس القومي للمراه. كويس جدا جدا. فلقينا ان في اقبال كتير جدا على المكان، السيدات بتوع عزبه البرج فرحانين بيه جدا. بنعمل لهم هنا يوم ترفيهي كل يوم جمعه، بنجيب العاب للاطفال، تلوين وتلوين واغاني، ويوم ترفيه كويس، الامهات بتبقى مبسوطه بيه جدا. بنعمل لهم معرض بره هنا في المنطقه دي، فبيبقى انا هنا مطمنه ان احنا موجود عندنا مكان بيخدم الام بيخدم الاولاد كمان. واضح انه تحول لمركز اشاعه يعني دلوقتي، مركز ثقافي فني. يعني انا ببقى فخوره وانا بزور المكاتب مصر العامه في عزبه البرج. وفي الحقيقه كمان الفكر الجمهوريه الجديده قايم على الصوبه والمكتبه، قايم على المصنع.